من أهم عناوين حلقتنا النهاردة نروح لأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام: الأهلي يدرس قيد بركات وإعارة عمرو وباسم وحمودي. لاسارتي يصل بعد غد ومدير الكرة يحضر قرعة دوري الأبطال الأفريقي. الأخبار: ترقب في الأهلي لوصول لاسارتي. يوسف: أرفض التشكيك في إخلاص أزارو والقوة الضاربة تكتمل قريبا. الشروق: لاسارتي يعرض على الأهلي الاستعانة بفريق طبي عالمي. المدير الفني يستفسر عن إمكانية تغيير ملعب السلام وجيرالدو بديل لكوليباري في القائمة المحلية. الأخبار المسائي: صفقات الأهلي تنتظر فرمان لاسارتي. المدير الفني يذاكر بيراميدز ومحاولات جديدة لحسم انضمام الشحات وصبحي. الجمهورية: الطيور المهاجرة على الأبواب، الأهلي ينتظر رد الشحات وصبحي. اليوم السابع: الأهلي يقرر تعديل عقد صالح جمعة وبركات. الأحمر يقترب من ضم أحمد الصالح ومعلول يعود أساسي أمام الداخلية. المساء: محمد يوسف انتظروا دفاع الأهلي في الدور الثاني. أحمد الصالح يقترب من القلعة الحمراء بعد انضمام محمود مرعي. المصري اليوم: انفراجة في أزمة الشحات مع الأهلي واستعارة صبحي. اختبار طبي لسليمان لتحديد موقفه من مواجهة الداخلية. فحص إسلام محارب وعودة محمد نجيب. روز اليوسف: الأهلي مشغول بالداخلية. الجهاز الفني يطالب اللاعبين بالاستمرار في الانتصارات في الدوري. وهشام جاهز.